باش نحكي على السلالم الكبيرة والصغيرة والسلالم المتناسبة، باش نعمل تلخيص صغير وسريع. أولا ديما نقول ماتريال الخدمة نتاعنا في هذا في النظريات، عندنا الدياز دورة ترفع بنصف بعد، البيمول تخفض بنصف بعد. عندنا الزوز سلالم ريفيرونس اللي هما دو كبير دو فا سول سي دو، اللي بينات درجاته 2.5 3.5. في السلالم الكبيرة بون شنو دورهم البيمول والدياز؟ دورهم انهم كيف نعملوا سلم، كيف باش نطلعوا سلم بالبيمول والدياز، نقربوا المسافات ونبعدوها بين الدرجات باش نتحصلوا على هذا الابعاد. مثلا نعطيكم مثال، فا كبير فا صول لا سي دو ري مي فا، بين الفا والصول بوت، وإحنا حاشتنا بوت. زوز أسئلة نسألهم ديما، إيش عندنا وإيش حاشتنا؟ بين الفا والصول إيش عندنا؟ بوت وحاشتنا بوت. ألور سي بون. بين الصول ولا إيش عندنا؟ بوت وحاشتنا بوت. بين اللاوسي عندنا بوت وحاشتنا بنصف. إيش نعملو؟ إيش لازمنا؟ لازمنا نقربو السيل لا ألور نطيحوها، نخفضوها بعبارة أخرى، لذلك نستعملو خافض، نخفضوها بنصف بعد. بين السي طبيعية ودو نصف بعد، لكن بما أنه خفضنا السي سي بيمول ولا سي بيمول، بعدناها على الدو وقربناها للا، ولا لنا بعد. بين الدو والري بعد، بين الري والمي بعد، وبين المي والفاء نصف. تو معنا بالخلاصة، السلالم الكبيرة عندنا 3 سلالم في البرنامج نتاع البكالوريا، دو كبير ما فيه حتى عرض، فا كبير فيه سي بيمول، وسول كبير فيه فا دياز. هذا بالنسبة للسلالم الكبيرة. بالنسبة للسلالم الصغيرة، السلم الريفيرونس نتاعنا هو لا صغير، لا هوني لا سي دو ري مي فا صول لا، بين لا وسي بعد، بين السي ودو نصف، بين الدو ري بعد، بين الري والمي بعد، بين المي والفا نصف، فا صول بعد، صول لا بعد، 2.5 2.5 2. السلالم الصغيرة اللي عنا كيف كيف بالبيمول والدياز، نحاول نقرب درجات لبعضها ونبعدها. السلالم الصغيرة اللي عنا في البرنامج، لا صغير دو صغير دو ري مي فا صول لا سي دو، فيه سي مي لا بيمول، وعنا الري صغير اللي هو فيه ري بيمول، فا صول لا سي دو ري ري سي بيمول. هذوما اللي عنا في البرنامج. معنا بالنسبة الكبيرة عنا دو صول فا، وبالنسبة للصغيرة عنا لا ري دو، هذا مينور وهذا ماجور. تو في السلالم الصغيرة عنا نوع آخر من السلالم الصغيرة اسمه سلم صغير بالحساسة. كيفاش سلم صغير بالحساسة؟ جوست نزيدو للدرجة قبل الأخيرة نزيدوها دياز. معناها سي كانت بيمول نزيدوها نصف بعد، نزيدوها نصف بعد. سي كانت بيمول تولي طبيعية، الدو كانت طبيعية تولي دياز، السول كانت طبيعية تولي دياز. لا صغير بالحساسة في سول دياز، خلاف أنه ما فيه حتى عارض. الري صغير بالحساسة فيه دو دياز خلاف السي بيمول، والدو صغير بالحساسة فيه لا مي، والسي تولي طبيعية. بالنسبة للسلالم المتناسبة قلنا لازم واحد كبير واحد صغير، بيناتهم ثلاثية صغيرة وعندهم نفس العوارض اللي في البرنامج. معناها التلخيص ومباشرة عندنا فا كبير، فا كبير فا ماجور يقابلوا ري صغير ري مينور،
عندنا السول كبير يقابله مي صغير، وعندنا بالطبيعة دو كبير دو ماجور يقابله لا مينور.